في الليلة معكم أنا أزم علي وفيها قرار بالإجماع للجمعية العمومية للمحكمة العليا في ليبيا قضى بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها. رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي أعلن خلال تلاوته القرار لليبيين أن الدائرة الدستورية لن تنحاز لأي طرف من الأطراف وسوف تعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة. فما مدى مساهمة إعادة تفعيل الدائرة الدستورية في إنهاء الأزمة الدستورية بالبلاد؟ وكيف يمكن أن تتشكل ردود الفعل المصاحبة والمتوقعة لقرار المحكمة العليا بتفعيل هذه الدائرة؟ أي دور مناط بالدائرة الدستورية في المحكمة العليا لطي صفحات الانقسام؟ نناقش هذا الموضوع في حوارية الليلة بعد ساعة إخبارية مفصلة نتعرف على عناوينها مع نبيل دخيل. تابعونا معنا إذن في الليلة. الجمعية العمومية للمحكمة العليا تقرر بالإجماع إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون. السور يعلن انتشال 259 جثة من مقابر ترهونة وإصدار أكثر من 300 أمر قبض. إردوغان يؤكد للمشري دعم بلاده الكاملة لوحدة ليبيا والوصول إلى الانتخابات على أساس دستوري. تشاركني في تقديم نشرة الليلة مروى العلش. شكرا لك نبيل. إذن تتابعون معنا في نقطة نقاش الليلة. بعد وصول عدد الوفيات نتيجة حادثة بنت بيا إلى 26 وفاة، رئيس ديوان حكومة الوحدة في الجنوب يؤكد أن السبب ليس نتيجة أخطاء طبية، قائلا إن الحالات التي نقلت للخارج كانت خطيرة جدا. فما هي حالة باقي المصابين الذين يعالجون في الخارج؟ وما هو مصير من توفوا؟ وهل قامت الدولة بإجراءاتها لإرجاعهم بعد وفاتهم؟ وفي ليلتنا جولة على أبرز الأخبار الاقتصادية والرياضية سنتعرف عليها رفقة الزميلين محمد يونسي وبدر عمار، تفضل. في ملفنا الاقتصادي لهذه الليلة، الدبيبة يعلن فتح ممرات جديدة بمعبر راس جدير لتسهيل عبور المواطنين. وفي الرياضة تشاهدون هذه الليلة، المنتخب الوطني لكرة القدم للمنتخبات الأولمبية يواجه منتخب رواندا في التصفية المؤهلة لأولمبياد باريس عام 2024. إذن كانت هذه أبرز ملفاتنا الإخبارية لهذه الليلة، ألقاكم على رأس الساعة المقبلة في القمر. أهلا بكم. قررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا بالإجماع اليوم الخميس إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها. كما تعهد رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي بعدم انحيازهم لأي طرف من الأطراف والعمل على إعلاء المبادئ والقواعد الدستورية المقررة على حد قوله. بعد مطالبات وجدل حول أهمية عودة الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للعمل وبعد حوالي 6 سنوات من قرار تعليق عملها وفي لحظة سياسية هامة، قررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا بالإجماع إعادة تفعيل الدائرة بهدف الفصل في عشرات الطعون التي تراكمت أمام الدائرة الدستورية منذ تعليق عملها في أكتوبر عام 2016. الحافي وفي كلمته بعد قرار إعادة التفعيل أكد على حياد القضاء وعدم انحياز الدائرة الدستورية لأي طرف سياسي، وبما أن بعض المراقبين يصفون الخلافات الحالية بين الأطراف المتنازعة في أساسها دستورية، الأمر الذي يجعل من عودة الدائرة للعمل قد تمثل مخرجا للانسداد السياسي. قررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا بتاريخ اليوم الخميس الموافق 18/8/2022 وبالإجماع إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها، وتعاهد الليبيين بأنها
لن تنحاز لأي طرف من الأطراف، وسوف تعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة. خبراء دستوريون يقولون إن إعادة تفعيلها ستنهي الجدل حول كثير من الملفات القانونية والدستورية المطروحة من خلال الفصل في كل الطعون الدستورية المقدمة إليها، وبالتالي تكون العملية السياسية محصنة قانونا، فيما يرى آخرون أن الأزمة في ليبيا في أساسها سياسية وليست قانونية، كما يرون أن عودة الدائرة الدستورية قد تربك المشهد السياسي المرتبك أصلا. إذن بين من يرى أن الفصل في الطعون أمام الدائرة الدستورية يمثل بداية الحل لحالة الجمود السياسي الحالي، ومن يرى أن عودتها قد تسبب مزيدا من التعقيدات واحتمالية أن ترفض أطراف فاعلة أحكامها وتستمر الأزمة الليبية وشخوصها في الدوران في دائرة مفرغة من الصراع الذي يلقي بظلاله على حياة المواطن اليومية ويهدد أمن البلاد واستقرارها ووحدتها. بدوره رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بقرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا إعادة تفعيل الدائرة الدستورية. وأعرب الدبيبة في تغريدة له عبر تويتر عن أمله في أن يكون قرار الجمعية رادعا للتجاوزات التي تمارس من الأطراف السياسية والقرارات المخالفة للاتفاق السياسي باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة حسب تعبيره. وللتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من تونس المحامي ونائب رئيس المؤتمر الوطني العام سابقا الدكتور جمعة تيجة. أهلا بك معنا دكتور. أي قيمة سياسية وقانونية تراها في إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بعد سنوات من تعليق عملها؟ نعم، أول مساء الخير. والله القيمة القانونية لا شك أنها تعيد الأمور إلى وضعها الطبيعي اللي مفروض أن يستمر، لأنه هو قرار إعادة تفعيل أو تفعيل، بمعنى أنها لم تبدي في البداية المحكمة أسباب التي جعلتها توقف الدائرة عن العمل طوال هذه السنوات ورغم كل المطالبات، ثم الآن لم تبرر أو تورد ما هو السبب الذي جعلها تعيد النظر وتصدر هذا القرار الذي هو الحقيقة يعني موضع ترحيب في العموم، ولكنه قرار ملغم كما يقولون إن صح التعبير، بمعنى أن هذا التوقيت الذي قررت فيه المحكمة العليا بالإجماع في الجمعية العمومية إرجاع الدائرة، هل هو يختلف عن الظروف السياسية أو الظروف العامة أو الصراعات الموجودة التي كانت عندما أوقفت؟ الآن عندما أعيد تفعيلها هذا سؤال مركزي وسؤال مهم والإجابة عليه مهمة. ثم أن القول بأنها لن تنحاز إلى أي طرف، هذا خطاب سياسي لا يليق بمؤسسة بأعلى مؤسسة قضائية في ليبيا، لأن هذا يعني هو تحصيل حاصل. عندما تقول لن تنحاز إلى أي طرف فهي من باب يكاد المريب يقول خذوني، يعني الحقيقة لا أملك أنا كمتخصص. لكن حتى أتماشى معك في هذه النقطة ثم سنعود لنقطة أخرى دكتور جمعة، ربما هذا الخطاب قد يرى له على أنه تقدمه كتطمين لمختلف الأطراف التي تتخوف من طبيعة الدور الذي قد تلعبه هذه الدائرة في قادم الأيام، ألا يبدو لك منطقي وجيه؟ نعم يا سيدي، منطق العدالة المؤسسة القانونية زي المحكمة العليا ليست بحاجة إلى تطمين أحد، هي أحكامها هي عنوان الحقيقة، هي أعلى سلطة موجودة قضائية في البلد. لكن عندما تكون في بلد لا يوجد فيه انقسام يا دكتور، ولا يوجد فيه حالة احتراب عاشها البلد طوال 10 سنوات، وبالتالي ليس من البديهي أن تقول أو أن تقدم هذا الخطاب في نظرك؟ هو فضل. هذا مثل ما ذكرت تحصيل حاصل. نعم. هذا خطاب شعبوي، هذا خطاب يعني تقول جهة سياسية جهة طرف في الصراع، لكن هذه رمانة الميزان المفترض، وإحنا إذا سلمنا في هذه البديهيات وهذه الحقائق كما هو للأسف موجود
فستكون النتيجة كما هي الآن كارثية يعني على الجميع، وكل من يعتقد بأنه ربما سينتصر وسيكون هو الكاسب أو هو الذي سيكسب المعركة فهو خاسر، لأن الوطن خاسر في هذه الحالة. ولكن في كل الأحوال هو هذا عودة إلى الوضع الطبيعي، بل بالعكس الآن آن الأوان إلى التفكير جديا في إنشاء المحكمة الدستورية العليا وليس الدائرة في المحكمة العليا. طيب، أن تكون لدينا محكمة دستورية خاصة للفصل في مثل هذه القضايا الدستورية الشائكة. أنت اعتبرت في بداية حديثك دكتور على أنه هذا القرار قرار إعادة التفعيل دعنا نسميه بعد سنوات من التعليق، اعتبرته ربما قرار ملغم. يمكن أن تخمن معنا دكتور في مسألة ما الذي دفع بالجمعية العمومية إلى بث الروح مرة أخرى كما نقول إن صح التعبير هنا في هذه الدائرة بعد سنوات من تعليقها رغم المطالبات في كل مرة؟ هو هذا السؤال يا سيدي. ما بالعكس أنا أرى أنه قد زاد حدة، حتى وإن بدأ ظاهريا الانقسامات، يكفي أن لدينا حكومتين عاملتين تتنازعان على أطراف البلاد وعلى النفوذ والسلطة والمال والصرف وغيرها. يكفي أن عندنا جيشين أو ما يسمى يعني تشكيلات عسكرية متعددة. يعني هذا التصدي ربما لم يكن موجود عندما علقت الدائرة الدستورية. فما الذي جعل الآن عودتها؟ لم تبين المحكمة العليا، وإنما قالت أنا سأكون محايدة. نعم. أنت المفروض محايدة، هذا أمر ليس قابل للنقاش يا سيدي. نعم. علينا ألا نناقش البديهيات التي تبنى عليها الأشياء. هذا موضوع عدالة وموضوع محكمة وموضوع وطن. طيب، مسألة البديهيات عندما نعود بالتاريخ الوراء دكتور، المحكمة العليا فيما مضى نزعت الشرعية عن مجلس النواب الذي كان منعقد آنذاك في طبرق وحتى هذه اللحظة اليوم. يبدو لك أن هذا الحكم سيصبح ساري بالفعل، كيف سيبدو عليه المشهد الليبي اليوم مع تعدد الأجسام التي تتنازع السلطات والاختصاصات وحتى الشرعية بينما هو تنفيذي وآخر تشريعي؟ ما علمتنا التجربة ومن هذا المثل الذي أوردته حضرتك أنه ليست العبرة بصدور الأحكام من هذه الدائرة وإنما في قبولها وتنفيذها. يعني نحن نعلم عندما صدر قرار أو قانون حكم، والحكم هو عنوان الحقيقة، بإبطال الانتخابات ولجنة فبراير وقراراتها، وترتب عليه المفروض إلغاء المجلس النواب، لم يلقي له أحد بالا وتم تجاوزها ونقل للمجلس إلى طبرق وحصل ما حصل. فهذا ما نخشاه، أن تصبح المحكمة العليا أو الدائرة الدستورية تحديدا هي ورقة من أوراق الصراع في طرف ضد طرف آخر، وهذه هي الطامة الكبرى. يعني إذا حصلت لا سمح الله وأصبحت هذه الدائرة تستغل من هنا أو من هناك دون أن تتصدى جدية للمسألة الدستورية الحقيقية، أولها وجود دستور دائم والاستفتاء عليه وإقراره ويصبح هو السبيل أو هو الطريق الدستوري الوحيد اللي يجب الإقرار فيه واحترامه. دون ذلك سنبقى يعني تصدر قرارات يصدر وبالتالي يصدر مسألة كذا. القبول دكتور، مسألة القبول بأي أحكام تصدر عن هذه الدائرة تصبح ربما غير ممكنة في ظل حالة الاصطفاف الحادة التي تعيشها البلد وشبح الحرب كما يتخوف الكثيرين، وبالتالي يمكن أن نقول أنه غير ذا قيمة مسألة إعادة تفعيل هذه الدائرة، أم لها قيمة سياسية في نظرك؟ والله أنا أتمنى، يعني أتمنى التمني شيء والواقع ما يقوله شيء آخر. أنا أتمنى أن نكون الآن جميع الأطراف المتصارعة والمتطاحنة الآن فيما بينها أن تقف وقفة، يعني وقفة
عقل وتعقل وعقلانية في وتعي ما يحيط البلد ككيان وجودي من خطر، نأمل ذلك يعني، ولكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه. أشكرك شكرا جزيلا. من تونس المحامي الدكتور جمعة تايجا، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. رحب الحراك المدني لإعادة الشرعية للشعب بقرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها، مطالبا بسرعة تفعيل الدائرة الدستورية والنظر في الطعون، المطالبة بإبطال إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء والطعون المتعلقة بشرعية البرلمان والمجلس الأعلى. ووصف الحراك في بيان له القرار بالصحوة المتأخرة لعبث البرلمان وتعديه على مؤسسة القضاء والقانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء ومحاولته تخريب المحكمة العليا ومستشاريها بحسب نص البيان. كما حث الحراك النائب العام والمدعي العسكري بتوجيه اتهام لمن انقلبوا عسكريا على الشرعية، سواء كانوا قادة أو مشاركين أو داعمين أو محرضين، وإحالتهم للقضاء العادل بحسب البيان. لنا معنا عبر الهاتف من طرابلس منسق حراك التيار المدني لإعادة الشرعية للشعب أبو بكر الهوني. مرحبا بك سيد الهوني. إذن قرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية الأخير، كيف سيخدم مطالب الحراك المدني لإعادة الشرعية للشعب وفق وجهة نظركم في هذا الموضوع؟ السلام عليكم. أهلا بك سيد الهوني. الحراك المدني في من بدايته ومن بداية الوقفات الاحتجاجية في شهر مارس الماضي يعني كانت جزء مطلب الأساسي هو تفعيل دور القضاء في العملية الانتخابية. أي يعني دولة مدنية تقوم على ثلاثة مؤسسات منفصلة: سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية. السلطة القضائية كانت معطلة طيلة ست سنوات بحسب، فكانت البلاد تخط بخطى عرجاء، وحتى في حال يعني إجراء الانتخابات كانت من سيفصل في الطعون في ظل يعني اقفال الدائره الدستوريه. فكان مطلب الحراك هو اعاده تفعيل دور القضاء حتى تكون لنا انتخابات حره نابهه. رحبنا اليوم وتمنى قرار محكمه الجمعيه العموميه للمحكمه العليا طلب الاجماع باعاده تفعيل الدائره الدستوريه، وهذا كان مطلوبنا طيلة المدة السابقة حتى خلال الاجتماعات التقابلية مع السيد المستشار محمد الحافي أو السيد المستشار مقرر المحكمة. كان مطلوبنا هو ضرورة إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للطعن في النظر في الطعون الدستورية في المقدمة، لأن في عندنا إعادة قام به البرلمان لم يحدث من قبل في أي دولة. قرارات تصدر بالتجاوز، قرارات تصدر حتى هذه القرارات صارت مؤسسه القضاء نفسها، يعني شفنا كيف تم التلاعب باعاده هيكله المجلس الاعلى للقضاء، واخيرا ما حدث في عمليه تسميه اكثر من 45 مستشار محكمه للجمعيه العموميه للمحكمه العليا بدون الرجوع للمؤسسه القضائيه. نعم، هذا أساسا من مطالبكم سيد الهوني، هو النظر ربما في الطعون المتعلقة بإبطال قرار إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء. لماذا جاء هذا المطلب بالتحديد؟ المجلس الأعلى للقضاء له دور محوري في العملية الانتخابية. شفنا أنه قام بإصدار القوانين المنظمة لعملية الطعون بإجراء انتخابات الرئاسية. لهذا من كان من الواجب أو من الأهمية بمكان أن يكون المجلس الأعلى للقضاء سلطة غير منحازة لأي جهة كانت، لكن ما قام به البرلمان هو احتواء عملية احتواء للمجلس الأعلى للقضاء بإعادة هيكلته وبإخراج رئيس المحكمة العليا من هذه الهيكلة، وهذا كان خطأ جسيم. نعم، هذا القرار كذلك سيد الهوني وصفتموه بأنه بمثابة الصحوة المتأخرة لعبث البرلمان وتعديه على مؤسسة القضاء كما عبرتم عن الموضوع. فإلى أي مدى تعتقدون أن قرار تفعيل الدائرة الدستورية ربما سيسقط مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة؟ وفي حال إسقاطهما من قبل الدائرة، هل سيكون هناك قبول من قبل جميع الأطراف بهذا القرار؟ القبول من عدمه هذا امر طبعا
متروك لهذه المؤسسات تطبيق الشرعية والمشروعية. بس لجنة الضم الوحيد بهذا التنفيذ لأحكام القضاء هو الشرع. عندما سيصل الشارع على حكم قضائي نهائي بفقدان هذه الأركان الشرعيه ومشروعيتها ينتهي الجدل حول الشرعية والمشروعية. نحن الآن في جدل. هناك من يقول أن هذا الوسام استمد الشرعيه من التفات الصخرات أو من التفات السياسي، بينما نحن النشطاء المدنيين المؤمنون بمدنية الدولة والمؤمنون يعني أن القضاء لا بد أن تكون له كلمة. ومن أن ما صدر عن المحكمة العليا ببطلان مخرجات لجنة فبراير هو قرار صائب ويجب أن يتم العمل به. في حال قررت الدائرة ربما حل المجلسين سيد الهوني، ما الضامن اليوم أن لا نقع في فخ الانقسام من جديد مثل ما حصل في 2014 أو الحالة الراهنة للوضع السياسي باختصار لو سمحت؟ هو الأمانة لا يوجد ضامن. لأننا نتعامل مع أشخاص يعني للأسف عادوا في الأرض فسادا وانتركوا وانتهنوا يعني إصدار تصدير المشاكل للشعب من أجل بساطة السلطة. أعيد وأقول أن الضامن لتنفيذ أحكام القضاء هو خروج الشارع، وعي الشارع بأهمية واستقلالية قضائه وبتنفيذ أحكامه. ما حدث في 2014 للأسف وبعادة المبعوث الأممي آنذاك أن المشكلة كانت مشكلة سياسية وليس قضائية هو ما جرنا إلى الآن في عدم احترام قرارات أو أحكام قضائنا الليبي المستقل. ونحن نحن نسعى أن يكون قضاءنا جزيل مستقل بعيدا عن هذه التجاذبات. واضح، شكرا لك منسق حركة تيار المدني لإعادة الشرعية للشعب أبو بكر الهوني، كنت معنا مباشرة من طرابلس. كشف نائب العام صديق الصور عن بلوغ إجمالي عدد الجثث المنتشلة من مقابر ترهون حتى الآن 259 جثة. وأكد الصور في مؤتمر صحفي ظهر الأربعاء إصدار أكثر من 300 أمر قبض بحق المتورطين في القضية التي بدأت تتكشف خيوطها بعد طرد ميليشيا الكاني وتحرير المدينة من قبضتهم في يونيو 2020. 259 جثة استخرجت من 82 مقبرة جماعية من أماكن مختلفة بمدينة ترهون ومحيطها هي آخر إحصائية رسمية صادرة عن مكتب النائب العام. ملف ترهون الشائك المثقل بالهموم والأحزان والباحث عن عدالة غائبة لم تتحقق لتروي ظمأ أهالي المفقودين للقبض على كل من تورط في هذه الجريمة ومحاكمته والاقتصاص منه. ينتظر هذا الملف خطوات أكثر ويبدو أنها تمضي بوتيرة متفاوتة. هذه القضية محل اهتمام بالغ من مكتب النائب العام ومكلف لها رئيس نيابة ومجموعة من الأعضاء وتم التحقيق فيها، وتمكننا من الآن من 280 قضية فتحت في هذا الموضوع. يعني كل قضية فيها مجني عليها، فيها شهود، فيها تحقيقات، فيها خبرة. عدد القضايا اللي أحيلت المحاكمة 10، عدد المتهمين المحبوسين في هذه القضية الآن 20 اللي أحيلوا للمحاكمات. وصف الجرائم المرتكبة: قتل، تعذيب، خطف، إخفاء قسري، سطو مسلح، سرقة. فجمدت حتى حساباتهم وأموالهم وعقاراتهم في قضية كسب غير مشروع. وفيما يستمر استخراج الجثث من المقابر والتعرف على هويتها، يؤكد مكتب النائب العام إصدار نحو 370 مذكرة قبض وإحضار في حق مطلوبين متورطين في هذه القضايا، كما حققت النيابة العامة في 280 قضية وأحالت 10 منها إلى المحاكم. ومنذ طرد ميليشيات الكانية التابعة لحفتر من ترهون قبل عامين، بدأت جرائم المقابر الجماعية تتكشف يوما بعد آخر، فيما طالب الأهالي الجهات المسؤولة بالإسراع في محاكمة الجناه ومطاردتهم محليا ودوليا. بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث القضايا المشتركة بين البلدين وآخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.
هذا وأكد الرئيس التركي خلال اللقاء دعم بلاده الكامل لوحدة ليبيا واستقرارها والوصول إلى الانتخابات على أساس دستوري وقوانين توافقية وفق ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة. دوليا أيضا بحث السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع السفير الإماراتي لدى ليبيا محمد الشامسي بحث جهود إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. وأشاد نورلاند في تغريدة عبر تويتر بالدور الذي تلعبه الإمارات في مجلس الأمن الدولي وشراكتها مع القادة الليبيين الرئيسيين لتحقيق الاستقرار في ليبيا. عبر أقمار الصناعية من طرابلس معنا المحلل السياسي حازم الرئيس. أهلا بك معنا سيد حازم. انطلاقا من تأكيد الرئيس التركي أردوغان للمشري عن دعمهم لاستقرار ليبيا والوصول إلى الانتخابات، وفق أي تصور يمكن أن تتحرك أنقرة لتحقيق ذلك؟ نعم، يعني بداية المساء الخير عليك وعلى ضيفيك وعلى كل السادة المشاهدين. بالطبع يعني تركيا من خلال هذه اللقاءات التي تجريها مع مختلف الأطراف الليبية، مع عقيلة صالح في الفترة الماضية، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، والآن تلتقي برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري. هذه اللقاءات تأتي في سياق السياسة الخارجية لتركيا التي تحاول أن تخلق فيها بعض التوازنات في العديد من الملفات. بين هذه الملفات بطبيعة الحال هو الملف الليبي الذي تحاول تركيا أن تكون قريبة من جميع الأطراف وعلى مسافة واحدة من كل الأطراف الداخلية في ليبيا، وتحاول أن تخلق توازنات في الداخل الليبي. أيضا تركيا دبلوماسيا دائما ما تدعو إلى إجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة، وأن تكون هذه الانتخابات هي انتخابات شاملة في ليبيا، رئاسية وبرلمانية كما يدعو لها المجتمع الدولي والداخل الليبي كذلك. وبالتالي هي تحاول أن تدعو مجلسي النواب والأعلى للدولة عندما تلتقي بعقيلة أو عندما تلتقي بخالد المشري إلى ضرورة التوافق حول إطار دستوري ينظم العملية الانتخابية. ليس من دور تركيا ما ماهية هذا الإطار الدستوري، ولكن يهمها أن تجري ليبيا انتخابات وفق إطار دستوري سليم. وأيضا في هذا الصدد تركيا تدعو دائما باستمرار إلى خلق تهدئة على الأرض بين مختلف الأطراف المتحاربة في الداخل الليبي، خاصة حكومة الوحدة الوطنية والحكومة التي كلفها مجلس النواب. وبالتالي هي تحاول أن تبقى هذه الخلافات بين مختلف الأطراف الليبية ضمن الإطار السياسي. مسألة التوافق ما بين المجلسين، تراه إلى أي درجة متوقف عن توافق تركي مصري؟ لأن هناك أحاديث كانت تقال فيما مضى على أنه المشري كان قبيل زيارته ربما تواجد في مصر وبعدها ذهب إلى أنقرة. إن صحت هذه الرواية وهذه الأقاويل، يبدو لك أنه ممكن التوافق ما بين المصريين وأيضا الأتراك حتى يصلوا إلى صيغة التوافق بين هذه الأطراف إن كانت نواب أو دولة؟ نعم، يعني في هذا الصدد أنقرة تحاول أن تخلق وساطة بين الحكومتين أو تحلحل بشكل أو بآخر، أو تقدم حتى مقترحات لحلحلة الإشكالية في السلطة التنفيذية بين الحكومتين. وبالتالي هي مع مصر في تنسيق عالي المستوى تحاول أن تقدم بعض المقترحات لحلحلة هذه الإشكالية. الذي يعني عندما ذهب عقيلة صالح إلى أنقرة تحدث بشكل مباشر مع أردوغان بأن هناك إشكالية في ليبيا هي السلطة التنفيذية، وأن المجلس النواب مصر على أن تحل هذه الإشكالية قبل خلق إطار دستوري. وبالتالي تركيا تحاول أن تخلق بعض المقترحات مع مصر. هناك مقترح هذا ممكن أم غير ممكن؟ لأن طبيعة طبيعة هذا في عجلة فقط، هذا ممكن أم غير ممكن؟ لأن هناك الخلاف كبير ما بين الدولتين فيما يتعلق بملفات عديدة، فهل ترى أنه من السهولة التوافق حول الملف الليبي مع بالنظر إلى طبيعة الدولة التي تلعبه كل دولة؟ في ثواني لو تكرمت، لم يتبقى مع الكثير صراحة. بالطبع يعني هناك تأثير كبير لمصر إقليميا على ليبيا، وكذلك تحاول تركيا أن تلعب نفس الدور. وبالتالي هناك مقترحين باختصار. مقترح مسألة أن تجرى حكومة جديدة ربما بعيد في تقديري، لأن هناك عدم توافق بين المجلسين ولن تلقى بقبول من الداخل الليبي. ولكن هناك دعم للمقترح الأمريكي الذي قدمه نورلاند، إمكانية إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين. شكرا جزيلا لأنه الأقرب ربما على المحلل السياسي السيد حازم الرئيس، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس.
أملنا إلى الجولة في أهم الأخبار الاقتصادية. نعم نبيل يسحبنا فيها زميل محمد اليونسي، تفضل محمد. شكرا لك. أهلا بكم مشاهدينا. أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة فتح ممرات جديدة مع تونس بمعبر راس جدير لتسهيل عبور المواطنين من البلدين. وأكد الدبيبة أنه لحل إشكالية الازدحام وطول مدة الانتظار بالمعبر الحدودي، بدأ الطرفان الليبي والتونسي في فتح 4 ممرات إضافية في الجانب التونسي، بينما يوجد في المقابل بالجانب الليبي 8 ممرات، مشيرا إلى أن مدة إنجاز المشروع 40 يوما، مؤكدا أن قرابة 6500 مسافر يعبرون يوميا. قال رئيس الغرفة الليبية المصرية الاقتصادية إبراهيم الجراري إن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي استجاب للمذكرة التي تقدم بها الجانب الليبي بشأن رغبتهم في استئناف توريد زيت الطعام والأرز المصريين إلى ليبيا. وأضاف الجراري في حديث مع وكالة سبوتنيك الروسية أن استئناف تصدير المواد التي كانت محظورة لليبيا خفض أسعارها بدرجة كبيرة في البلاد، موضحا أن المنتجات المصرية أقل تكلفة بمقدار 1/3 من المنتجات التي كانت تصل من أوروبا، كما أنها تصل في فترة أقل عن الشحنات التي تصل عبر البحار. بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة مع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، بحث آليات عمل قطاع النفط والغاز خلال الفترة القادمة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع بمبنى المؤسسة لمناقشة تحسين أوضاع المستخدمين ومعالجة مشاكل التأمين الصحي والتدريب والزيادة المقررة لمرتبات العاملين. كما ناقش الطرفان العديد من الأمور الفنية المتعلقة بنشاط القطاع، منها الحفاظ على المكامن من أجل ضمان الإنتاج الآمن وتحقيق أعلى معامل استرداد للنفط وغيرها وفق المؤسسة. أعلنت شركة ألواح للنفط بدء التجارب التشغيلية للمحطة الرئيسية ومحطة أخرى بحقل الظهر النفطي، لافتة أنه سيتم تشغيل محطة ثالثة خلال الأسبوع المقبل. وأشارت الشركة في بيان لها الأربعاء إلى أنه من المتوقع أن يصل إنتاج الحقل من ثمانية إلى 10,000 برميل قبل انتهاء العام الجاري، وذلك بعد صيانة عدد من مرافق الحقل التي تعرضت للتخريب والتدمير شبه التام على أيدي جماعات مسلحة عام 2015. أصدر رئيس الحكومة الليبية المكلف فتح بشاغة قرارات بتخصيص مبلغ 425 مليون دينار للصرف لحل المختنقات الطارئة بالبلديات. ووفقا للقرار سيتم صرف 200 مليون دينار للبلديات بالمنطقة الغربية و150 مليونا لبلديات المنطقة الشرقية، إضافة إلى 75 مليونا لبلديات الجنوب. نبقى في الجنوب، حيث تشهد أسواق مدينة غات ركودا اقتصاديا وتضخما أثر على أسعار المواد الغذائية وخصوصا السلع الأساسية بالمدينة، الأمر الذي أدى إلى تراجع القوة الشرائية للمواطنين. المزيد في التقرير التالي. التضخم وبوادر الركود الاقتصادي أثر على أسواق مدينة غات وتسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية خصوصا السلع الأساسية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد. طبعا غات بيجيك بالدبع باعتبار احنا ارتفاع الأسعار هذا، طبعا ليش بيجيك بالدبل؟ باعتبار احنا عندنا مشكلة النقل، نقل البضائع، باعتبار حتى السعر النقل بروحه مكلف جدا، وخليك من إشكالية الطريق، إشكالية الطريق، عندنا تكسير في الطريق، فاللي بوصل لك البضاعة يفرض عليك رسوم وما إلى ذلك، والتجار بحد ذاتهم يعني بارك الله فيهم في اللي بيكسب ما بيجيب نفس السعر وبيبيع بنفس السعر يعني.
بعد المسافة عن المصدر وارتفاع أسعار شحن البضائع أسهم في ارتفاع أسعار أغلب السلع إلى جانب تأخر المرتبات، الأمر الذي انعكس على تراجع القوة الشرائية واعتماد المواطنين على شراء السلع الأساسية كأولوية. اعتبار هم يشبوا من طرابلس ومسافة من طرابلس لغات مسافة، وطبعا غات من آخر منطقة في ليبيا والطريق مكسرة، هذه ما نحكي لك عليها. وطبعا السبب اللي خلى الأسعار غالية والأسعار ترتفع في فرق بينها وبين مدينة الطريق الإيجار. طبعا الإيجار السيارة طبعا هو اللي صاحب السيارة طبعا يشبع في التكاليف الإيجار ويشبع في القمة لو صار لها شيء وقلة الوقود والنافذة وكذا، هذا اللي يخلي الأسعار مرتفعة في غاد. لا يملك أهل غاد ببلدياتها الأربع في مواجهة هذا الارتفاع الجنوني للأسعار إلا مطالبة المسؤولين لمتابعتها والعمل على خلق حلول تسهم في توفير السلع الأساسية على الأقل بأسعار مناسبة لذوي الدخل المحدود المعتمدين على مرتباتهم المتأخرة. قالت منظمة الأغذية والزراعة الفاو إن الإنتاج الزراعي في ليبيا مقيد، وإن حوالي 12% من المساحة الإجمالية البالغة 15.5 مليون هكتار صالحة للزراعة. وأوضحت المنظمة في تقرير لها عن وجود 470,000 هكتار من الأراضي الصالحة للري، لافتة إلى أن البنك الدولي قدر نمو الاقتصاد الليبي بأكثر من 30% العام الماضي مدفوعا بتعزيز أسعار النفط العالمية. نهاية جولتنا الاقتصادية مشاهدينا الكرام لهذه الليلة، العودة الآن إلى الزميلين نبيل ومروة. إليكم. شكرا لك محمد. شكرا محمد. نفى رئيس ديوان حكومة الوحدة الوطنية بالجنوب أحمد العياط أن تكون الوفيات بين المصابين في حادثة بنت بي ممن نقلوا للعلاج في الخارج نتيجة عن أخطاء طبية، قائلا إن الحالة التي نقلت للخارج كانت خطيرة ووصلت نسبة الحروق في بعضها إلى 100%. وأضاف العياط في مداخلة مع ليبيا الأحرار أن إجمالي أعداد المصابين الذين نقلوا للعلاج في الخارج بلغ 37 حالة، 6 حالات في تونس توفي أحدهم، و20 في مصر توفي منها 5، و6 حالات في تركيا، و5 أخرى في إسبانيا توفيت منها حالتان. هذا ووصل عدد وفيات حادثة بنت بي إلى 26 حالة وفاة بعد تسجيل حالة وفاة أحد المصابين الذين نقلوا لتلقي العلاج بإسبانيا. أضمئ الجنوب سنوات فسنوات ثم احترق يوم أراد الارتواء. النيران لم تنطفئ بعد في بنت بي، في قلوب ذوي الضحايا وإن شئت حتى أجسادهم، يوما بعد آخر يغادرون الحياة وكل جثة تحرج المسؤولين وتذكر بالحادثة لمن أراد نسيانها. منكوبة هي بنت بي وهو اسم يليق بالجنوب كله. الضحايا كثر يقاربون 70، لكن هناك أرقاما أخرى لم يلتفت إليها أحد بعد، هم ضحايا الجوع والمرض وشقاء المعيشة في الجنوب المنهك. لا يمر يوم إلا وتسمع عن مصابين توفوا حتى بات عدد الموتى يتجه إلى 30، وفي كل مرة تزيد دلالة الحادث عمقا ويرتفع لها أصوات المسؤولين تبريرا وتخفيفا لوطأتها على تراخيهم. مضخة كهربائية سبب الحريق ومعها بطارية سيارة استعملت لاستفراغ وقود الناقلة المعطلة، ساعة هرع إليها المواطنون ينشدون البنزين الغائب طويلة، وساعات حتى انفجرت الكارثة ودوت دويا بحجم الجنوب المهمش. تنزف قلوبهم بنزيف ذويهم، وتنزف البلاد بثرواتها لمواطن الفساد بعيدا عن مواطن الجنوب وحتى الشمال إن شئت، وتتسع الهوة بحجم الإهمال الضارب هناك سنوات، كأن الوطن لم يعد يتسع لتلك البقعة. إذن عبر الهاتف من العاصمة الإسبانية مدريد ينضم إلينا شقيق أحد المتوفين في حادثة بنت بي معتز الكامل. مرحبا بك سيد الكامل، بداية نترحم على شقيقك ونسأل الله أن يرزقكم الصبر. الفقيد كان واحد من الذين نقلوا للعلاج في إسبانيا وتوفي هناك ولم يعد إلى ليبيا بعد حتى هذه اللحظة،
فلو تطلعنا عن أسباب عدم عودتكم حتى الآن، وهل هناك ربما أي تعطيل في إجراءات العودة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. اللهم اغفر لهم وارحمهم جميعا، إن شاء الله ربي يشفي المرضى جميعا. الحمد لله على كل حال. هو الآن أنا متواجد في مطار مدريد متجه لتونس إن شاء الله ساعات، ونكون في تونس بإذن الله تعالى. إذن في طريق العودة أنتم؟ إن شاء هل الله. هل تبدو كل الإجراءات طبيعية مسهلة هذه العودة؟ الحمد لله، السفارة وقفت معنا وما قصروا وشرعوا على الموضوع. كان الموضوع ما يصيرش منا نهائي طلعت اليوم، لأن كان الموضوع المفروض أمس، لكن الله غالب أمس طيارة تونس ما تحملش فجأة مينة صغيرة، لكن ما شاء الله السفارة وقفوا واجتهدوا. إذا تأخرتم، نعم سيد الكريم، تأخرتم قليلا، ما هي أسباب هذا التأخر ربما؟ أول حاجة أسباب التأخير إجراءات عطلت بينا 3 أيام أول حاجة، وثاني حاجة السفارة ضغطت على الدولة التونسية أنهم يبعثوا طائرة أكبر عشان يحطوا فيها جثمان. الدولة التونسية رفضت، ما بدش تبعث أساسا طائرة أكبر باش الجثمان المفروض يكون أمس في ليبيا. رفضت دولة تونس، حتى قالوا لهم أبعثوا طائرة أكبر وتحملوا التكاليف، لكن ما بوش فيش للأسف. لم تتلقى أي أسباب منطقية ربما عن هذا الرفض؟ والله الله يعلم، مانيش عارف، ما سألتش عليه السبب هذا، لكن مش عارف. حسنا سيد الكامل، أنت مكثت مع شقيقك المتوفي رحمة الله عليه مدة من الزمن في مستشفيات إسبانيا، فمن خلال جلوسك هناك كيف لاحظت ربما التعامل مع بقية المصابين، وهل تتوفر لهم كل المستلزمات الطبية التي تحتاجها حالاتهم؟ شهادة لله، شهادة لله من ناحية العلاج، من ناحية المستشفيات أحسن مستشفى في مدريد ختافي حطونا فيه، أحسن مستشفى حروق. وأول ما وصلوا طبعا 3 حالات وصلت قبل أخوي الخميس، وحالة أخوي وصلت الجمعة. أول ما وصلت كنت أنا وياه في الطيارة سعار، وصلت أنا وياه كان حالته يعني 100% يتكلم ووضع 100%، لكن شو اللي صار له هو نوع بكتيريا، التهاب بكتيريا مغادي في التنظيف، على حسب ما سمعت أن التنظيف مش يومي هيك. حسب ما سمعت بمثل البكتيريا 4 أنواع بكتيريا، على ما عطوه مضاد حيوي، على ما عطوه شيء نهائي ما فيش نهائي. حسنا، شكرا لك سيد معتز الكامل، رحمة الله على شقيقك، شقيق أحد المتوفين في حادثة بنت بيا، كنت معنا مباشرة من مدريد. وفي ذات الملف، يشتكي العاملون بمستشفى بنت بيا القروي من نقص حاد في الإمكانيات بعد استنزاف ما لديه من مخزون الطوارئ، وكذلك من مراهم ومعقمات ومحاليل بعد حادثة انفجار صهريج الوقود في المنطقة. نشاهد مزيدا من التفاصيل. طبعا احتياجات الطوارئ احتياجات عديدة وكبيرة، والنقص فيها شديد جدا. مثل الصلاين، نورمال صلاين المحاليل هذه فعلا شبه يعني على نفاد، وشاش الحروق والفازلين والمعقمات كل يعني يعتبر فيه نقص الحقيقة. يعني فيه صح بعض بوادر دعم بسيط جدا من بعض المنظمات، ولكن فيه نقص. ومخزون المستشفى طبعا من فترة قلنا احنا شارف على النفاد، والآن ممكن حتى فيه نفاد. احنا توا في صدد استقبال الحالات اللي بترجع للمنطقة وللبلدية، فكلها بتجي تعالج في المستشفى، فالمتطلبات الحقيقة أكثر من ما نتوقعها احنا. فالحقيقة في نقص شديد جدا في المشغلات في الطوارئ. والله في من أهم الحاجات الرئيسية اللي هي الصلاين بتاع التنظيف هذا، والأنتيبيوتيك المضادات الحيوية، والعلاج اللي طبعا بيستمر مع المريض مع المصابين. كذلك الشاش المعقم، الشاش الفازلين والشاش المعقم، خاصة إذا كان في إصابات، إن شاء الله ما يكونش في إصابات في مرضى السكر، هذا بيكون فيه تأثير أكبر. يعني عندنا من السرنجات، الكولونات، كل هذه كلها احتياجات يعني الحقيقة. الطوارئ بشبه عام كلها يعني، والله بالنسبة للاحتياجات الحقيقة احتياجات كبيرة جدا. بالنسبة للأدوية، الأدوية تجي كميات قليلة جدا، لأن نأخذ إحنا من الإمداد، والإمداد كميات ضعيفة جدا، تجي قليلة جدا نتيجة الكثافة السكانية والتعداد، التردد داخل المستشفى تردد يعتبر كبير.
نحن في صدد ان نكون في الطوارئ 24 ساعه. الحقيقه في شغل، فيه لود على المستشفى. الاطقم الطبيه الحقيقه فيه تغطيه، محمدارين جهدهم، ولكن فعلا نفتقر لعدد من التخصصات. تو زي الحروق، قسم الحروق هذا ما المفروض يكون فيه مستشفى متخصص بالحروق بالمنطقه الجنوبيه، ما فيش، كلها جهود اطقم طبيه داخل الطوارئ، فهذا المفروض يكون فيه قسم خاص. فيه كثير كثير جدا من الاحتياجات للمستشفى، وكنا نطالب بها ونبعثه في طلبيات للوزارة وللإمداد، وجينا فعلا جينا بعض الكميات تجي لكن ما تغطيش المطلوب. بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع ممثلين عن المجلس التسييري لبلدية مرزوق أوضاع المهجرين ومدى إمكانية عودتهم في إطار مشروع المصالحة الوطنية. وبحث اللقاء الذي عقد بديوان المجلس في طرابلس تقديم المساعدات اللازمة للمهجرين والنازحين في كافة المناطق والمدن وفق ما نشره المكتب الإعلامي. ما الآن إلى جولة في أهم الأخبار الرياضية مع الزميل بدر عمار اللي كبدت. شكرا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. وقعت قرعة تصفية الدور التمهيدي من كأس إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد باريس عام 2024 أوقعت منتخبنا الوطني لكرة القدم في مواجهة المنتخب الرواندي. القرعة حدد من خلالها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الفترة من 19 من سبتمبر حتى 27 من الشهر نفسه موعدا لإجراء التصفيات الخاصة بالدور التمهيدي، فيما ستلعب منافسات المرحلة الثانية نهاية شهر أكتوبر القادم، بينما سيكون شهر مارس من العام الجديد موعدا لإجراء منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من التصفية التي ستتأهل لها سبعة منتخبات مع البلد المستضيف المغرب الذي سيحتضن المنافسات شهر يونيو من عام 2023. أعلن النادي الأهلي طرابلس تعاقده مع اللاعبين المغربيين محسن متولي وياسين نجيما تحضيرا للدخول في الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز ودوري أبطال أندية إفريقيا. اللجنة التسييرية بالنادي الأهلي طرابلس نجحت أيضا في شراء عقد لاعب خط الوسط التونسي أيوب عياد لمدة موسمين قادما من فريق النجم الرياضي الساحلي التونسي. وتسعى اللجنة التسييرية لسد الفراغات التي يطلبها المدرب التونسي فتح الجبال مع الفريق. فريق الأهلي طرابلس سيواجه في تمهيدي بطولة دوري أبطال أندية إفريقيا فريق كمكم الزنجباري شهر سبتمبر القادم. تعاقد النادي الأولمبي بالزاوية مع اللاعب علي الشتاوي لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم الجديد. إدارة النادي الأولمبي نجحت في الظفر بخدمات اللاعب علي الشتاوي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق التعاون، وبهذا سيكون اللاعب ضمن خيارات المدرب التونسي طارق ثابت الذي سيشرف على قيادة الفريق الأول لكرة القدم في الدوري الممتاز المقرر انطلاقه منتصف شهر سبتمبر القادم. وفي أخبار التعاقدات أيضا، تعاقدت إدارة نادي أبو سليم مع اللاعبين التونسيين مراد زهو وثمر الصالحي والجزائري جمال الشتال استعدادا لمنافسات الموسم الجديد. إدارة نادي أبو سليم تحاول بحسب إمكانياتها توفير متطلبات المدرب التونسي شكري الخطوي الذي سيكون مدربا للفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد. فريق أبو سليم قدم الموسم الماضي مستوى جيدا في المجموعة الثانية ويحاول في الموسم القادم تقديم عرض أفضل والوصول للمراكز الأولى في الترتيب. أقامت لجنة التحكيم الفرعية بالاتحاد الفرعي لكرة القدم مصر يوما تدريبيا ل 25 حكما من الحكام التابعين لها سدادا لاختبارات اللياقة البدنية. الاختبارات البدنية ستنظمها لجنة التحكيم العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم تأهبا لانطلاق الموسم الجديد. اليوم الرياضي الذي نظمته لجنة التحكيم الفرعية بمصر جرى بملعب نادي الشموع مع الالتزام التام من الحكام رغم ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يعكس جدية وانضباط الحكام ورغبتهم في تقديم مستوى جيد خلال الموسم القادم.
الموسم على الابواب وجميع الحكام لازم يكونوا مساعدين جيدا. انت تعرف ان في اختبارات لياقه بدنيه في بدايه الموسم. اعتقد ان يعني احنا كرقعه جغرافيه ممكن كبيره شويه تمتد من بوغرين مصراته يعني زليتن الخمس، كانوا الحكام يتمرنوا كلهم في مدنهم، ولكن بعض الايام يتم تجميعهم في احد هذه المدن، واليوم نتجمع في مدينه مصراته. طبعا هذا التجمع اللي هو تمرينات جماعيه سموا فيها للحكام استعدادا للاختبارات اللياقه البدنيه اللي باذن الله حسب تعميم لجنه التحكيم العامه حتكون في شهر 9 6 و7 9 القادم، وهم بالتاكيد ان شاء الله الحكام مستعدين. واهم شيء زي ما نعرف جميعا فيما يتعلق بتحكيم كره القدم واي تحكيم او اي رياضه لابد العمل البدني مهم جدا. انطلقت مساء امس بمدينه مصراته فعاليه مهرجان مصراته الشاطئي في نسخته الثالثه باشراف وتنظيم نخبه من الشباب المهتمين بالمجال الرياضي في المدينه. المهرجان سيكون مخصصا للالعاب الجماعيه الشاطئيه منها الكره الطائره وكرة السلة وكرة القدم وعدد من الألعاب البحرية الأخرى. هذه النسخة من المهرجان تشهد مشاركة عربية بفريقين من تونس في الكرة الطائرة الشاطئية بالإضافة إلى فرق من مدن زوارة وبنغازي وطرابلس ومصراتة. فكرة كانت بسيطة، شباب من مدينة مصراتة نظموا بطولة من بطولة أصبحت مهرجان ولله الحمد، وكل سنة تزيد فكرة جديدة. السنة هذه استاد ضفنا لعبة جديدة اللي هي طائرة القدم بالرجلين، وفي بطولة طائرة أربعات للهواء اللي هم الشباب اللي داوموا في البحر وربي يوفقنا. اعتمدت دولة قطر تقنية التبريد للحفاظ على درجة حرارة ملاعب المونديال بهدف بناء إرث يدوم بعد انتهاء منافسات البطولة المقررة نهاية العام الجاري. على الرغم من إقامة كأس العالم في نوفمبر وديسمبر لتفادي الحر الشديد في الدوحة، إلا أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث قررت الحفاظ على خطط تكييف الملاعب ليتم استخدامها على مدار العام، بل وحتى في الصيف الحار الذي تتجاوز فيه الحرارة 40 درجة مئوية، وكل ذلك سيكون وفق تصميم فريد لأنظمة التكييف. الآن تم تصميم التكنولوجيا نفسها لتكون واحدة من أكثر تقنيات أنظمة التبريد كفاءة. عندما تنظر إلى الفترة الزمنية لكأس العالم فهذه أيضا واحدة من أكثر الفترات اعتدالا في البلاد من حيث درجات الحرارة. الطاقة المشغلة لتكييف ملاعب المونديال تولد من موقع عملاق للطاقة الشمسية في الصحراء خارج العاصمة الدوحة، وبطريقة سلسة تلبي متطلبات الاستدامة ولخلق بيئة مناسبة للاعبين. فعلى سبيل المثال عندما تبلغ درجة الحرارة ليلا 35 درجة مئوية تكون درجة الحرارة داخل الملاعب 21 درجة مئوية. التكييف يعمل بشكل مشابه لتكييف سيارتك، فتقوم بسحب الهواء من الخارج وتمريره عبر وسيط بارد ويذهب مباشرة إلى حيث يوجد الناس. والفرق الوحيد بين هذا وبين السيارة هو أن المبرد الخاص بنا أكبر قليلا، نحن فقط نبرد مكان تواجد الناس وحيث يوجد العشب وأين يتواجد اللاعبون. هذه الفوهات التي بحجم الكرة تضخ الهواء البارد وأنابيب أخرى أسفل المقعد، كلها من أجل أن تتيح للمشجعين مشاهدة مباراة بشكل منعش وفي أجواء محفزة، حيث كانت قطر على الوعد عند تقديم ملف قطر لاستضافة المونديال من ضمنها تكييف الملاعب. ختام الرياضة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على كرم المشاهدة. العودة إلى مروة ونبيل وبقية الأخبار في هذه الليلة. شكرا بدر. شهدت مدينة سرت انطلاق المؤتمر العشرين لجمعية جرح العظام الليبية والمؤتمر الأول للجمعية الليبية لجراحة عظام الأطفال. المؤتمر كان بمشاركة من الاستشاريين من داخل وخارج ليبيا. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. انطلقت بمجمع قاعات واغادوغو بمدينة سرت فعاليات المؤتمر العشرين لجمعية جراح العظام الليبية والمؤتمر الأول للجمعية الليبية لجراحة عظام الأطفال. بمشاركة عدد من الاستشاريين والاختصاصيين وأطباء العظام
من مختلف مدن ليبيا، بالإضافة إلى استشاريين من مصر وتونس والأردن وجمهورية التشيك. الحمد لله حضور مشرف من الأطباء وكذلك من شركات المعدات الطبية والأدوية. نتمنى أن نستفيد من الجميع ونقل خبرات، نستفيد من خبرات الزوار وكذلك الأساتذة الليبيين. مشكورين عميد بلدية سرت على الدعم اللامحدود وكذلك جامعة سرت. المؤتمر قدم فيه الاستشاريون المشاركون محاضرات وورقات عمل بحثية ركزت على جراحة العظام وجراحة عظام الأطفال والتشوهات وجراحة المفاصل وعلاجها، ويهدف إلى تبادل الخبرات بين الأطباء في الداخل والخارج. حاولنا نختار يعني أحسن الأوراق البحثية المقدمة سواء من الإخوة الضيوف من الدول الشقيقة والصديقة ومن الزملاء من ليبيا من داخل ليبيا ومن خارجها إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله بإذن الله حيستمر إن شاء الله حتى يوم الخميس بإذن الله. تمت حضور نخبة ومشاركة عدد كبير من دكاترة العظام على مستوى ليبيا ودكاترة زوار من مصر والأردن والتشيك وأيضا عبر تطبيق الزوم إن شاء الله. الحمد لله كانت المشاركة والحضور جيد جدا والاستقبال أيضا، ونتمنى إقامة هذه الفعاليات في الأيام القادمة بمدينة سرت ونتمنى التوفيق للجميع. ونظم خلال المؤتمر معرض عن المعدات والأجهزة الطبية التي لها ارتباط بجراحة العظام، بالإضافة إلى الأدوية المسكنة لعلاج مشاكل العظام. إلى هنا نكون قد وصلنا إياكم مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا. نترككم الآن مع أهم ملفات الليلة مع الزميل آزم علي. دمتم في أمان الله. دمتم بخير. إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بإجماع من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة العليا اليوم الخميس بعد إغلاق دام لمدة 6 سنوات لهذه الدائرة أعقبته مطالبات عديدة بإعادتها. نناقش كل ذلك بعد فاصل قصير.